يا صباح الخير، يا صباح السعادة على كل أمهات الكون. هكون معاكم أنا رانيا جمال، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم استشارة أم. النهاردة الأمهات كلها قلقانة من حاجة قلقة كل الناس، وأخص حاجة الأمهات. وعشان كده في برنامجنا النهاردة هنتكلم معاكم عن حاجة يا رب يا رب ما تجيش لأولادنا ويعافينا منها، وهي الكورونا. النهاردة هنتكلم مع استشاري أطفال عن الكورونا، وهل هي بتأثر قد إيه على الطفل، وبتجيله ولا لأ، بيتعدي منها ولا لأ، يتعالج منها إزاي. حاجات كثيرة جدا وأسئلة كثيرة جدا كل أم محتاجة تعرفها عن الأطفال وعن الكورونا الأيام دي. هتكون معانا كل الأسئلة دي وكل الاستشارات بتاعتكو بعد الفاصل مع دكتور الأطفال عبد المعبود الدسوقي. استنونا، هنطلع فاصل ونرجع لكم بسرعة. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مستمرين وبنتكلم عن موضوع الساعة، وهو الكورونا وبالأخص مع الأطفال. النهاردة هنستشير دكتور عبد المعبود الدسوقي اللي هيكون مشرفنا ومنور النهاردة، وهنتكلم معاه عن كل الحاجات اللي الأمهات عايز تعرفها عن الأطفال بخصوص الكورونا، يجي لهم إزاي، إيه اللي يحصل، يعني خايفين جدا موضوع كورونا الأمهات. عشان كده النهاردة موضوعنا عن الكورونا وعن الأطفال. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك، منور بيك يا دكتور. النهارده الاطفال اكتر عرضه للكورونا. ده حقيقي، دي اكتر حاجه رعبه الامهات. تمام، يعني بجد هم اكتر عرضه فعلا. والله مش لوحدهم، ويعتبر الكورونا ما بتفرقش بين اي عمر خالص، ولكن من رحمه ربنا فعلا هم اقل عرضه عن الناس الكبيره. وكمان تاثير العي عليهم بيبقى بشكل بسيط شويه، تحس ان هو في ريحه الابويه كده، ده من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ما فيش سن ما بيصيبوش الكورونا، من اول حديث الولاده الى سن البالغين اللي هم 20 وفوق ال 20، كلهم عرضه للاصابه بالكورونا. بالنسبه بقى لتوزيعه الاعمار هي اللي بتفرق شويه، يعني احنا عندنا الفئه الاكثر شويه اللي ممكن يتصابوا بالكورونا هم الاقل من السنه. طبعا اقل من السنه يا دكتور، يعني اقل من السنه وابني لسه مولود ممكن اكتر عرضه للكورونا. ظروفهم كده، اولا ما فيش تطعيمات كافيه خدوها بالشكل المبالغ، المناعه لسه ضعيفه شويه، الشعب الهوائيه، وعشان ده الكورونا مرض تنفسي، جهاز تنفسي، فبالتالي اصابته للاطفال اقل من السنه عشان ضعف الشعب، ولسه مناعتهم ما اتكونتش، ما عندهمش طبعا مناعه. بالظبط، يعني المناعه ما اتكونتش، فهم اكثر عرضه للكورونا. وحديث الولاده هكذا برضه ممكن يصاب لو حد من مقدم الرعايه مثلا وهو بيستلم البيبي ما كانش بقى واخد الاحترازات الطبيه السليمه. طب ولو الام يا دكتور اصلا كانت حامل وهي حامل كان عندها كورونا، في الحالات دي بيأثر على الطفل يعني؟ عاملين عليها ابحاث، لقينا تقريبا من 3-5% في البيبيهات اللي بتولدوا الامهات كانت عندها الكورونا قبل الولاده ممكن ينزلوا مصابين بالكورونا. بس طبعا بنعمل احتياطات بقى في المستشفيات عندنا، بنبدا ناخده في عزل شويه، ممكن نحطه جنب مامته بس بشروط، 15 يوم ممكن يتحجز، لو حاله الام الصحيه تنفع تروح البيت ممكن تروح بيه، وتتابع مع الدكتور بتاعها او المستشفى تتردد عليه كذا مره. يعني المتابعه يا دكتور ممكن تخلي فعلا الطفل هو لسه مولود يعدي مرحله؟ يعدي طبعا، لان بيجي اصلا الاعراض قليله، ومن اسبوع لاسبوعين الامور بتتحسن من غير اي مضاعفات بفضل الله. ولكن اهم حاجه بيبقى تحت الاشراف، تحت الاشراف، بتتردد على المستشفى او على طبيب الاطفال المختص ليه كذا بره، وبالتالي الامور بتعدي. طب يا رب الاعمار الاعلى بقى تخوف شويه يعني. برضو احنا دكتور عايزين بس نسال في حاجه مهمه قوي، الاعراض بقى، يعني انا ابني او بنتي عندهم كورونا ولا لا، ايه الاعراض اللي فرق بينها كده؟ هم عندهم بقى برد عادي ودور برد عادي بيعدي، ولا ده كورونا بجد؟ والله الموضوع ده برضو في تجديد كل يوم والتاني. الثوابت عشان هو يعني جهاز تنفسي ودور برضو خاص بالجهاز التنفسي، السعال الجاف، الحراره والحمى العاليه، وكمان اللي هي الزكام وممكن ارتفاع درجه الحراره مع الكحه الشديده وهكذا، او انقباض الجهاز التنفسي او صعوبه التنفس، هي دي الاعراض الثابته. في اعراض متغيره ممكن تيجي على الاطفال وممكن ما تجيش، وغالبا بتبقى في الكبار اكتر، زي بقى ايه، الام في البطن، نزلات معويه بدات تنتشر الفتره دي برضو في جداً الاطفال. جدا جدا يا دكتور، النزلات المعويه تقريبا معظم اطفالنا نزلات جدا جدا. وفي عندنا بقى الرعشه، وفي هزلان الجسم عند الاطفال، تعب شديد مش قادر يقوم من النوم، الام بتبدا تاخد بالها من الحاجات دي. دكتور بس كل الحاجات دي كل ام عدت عليها كتير قوي، شبه الاعراض التانيه. هل مثلا لو هي قعدت التوقيت، مثلا احنا مثلا هندلنا وظبطنا الموقف في خلال يومين ثلاثه وعدت، خلاص ده برد عادي؟ ما هو بس هو لو زاد قوي في التايم، في الوقت، مظبوط، يبقى ده فعلا بقى مش كورونا. مش كل واحد هيجي له شويه رشح او زكام هتجري بيه للدكتور. تمام، لا، هي هتبدا تاخد في الاهتمامات، هتكشف عليها عادي، في حالات معينه تبدا تاخد بالها وتجري سريعا.
يعني مثلا لو جاله حراره واستمرت 3 4 ايام مش راضيه تنزل بالادويه التقليديه، جاله صعوبه في التنفس مع الم شديد في الصدر، جاله نزله معويه ادت لي مثلا لمرحله من الجفاف او الهبوط عند الطفل، لا ما بيديهاش خلاص، ابدا اتوجه للمستشفى على طول. بس يا دكتور كمان انا لو الابن عندي عنده حاجه اصلا في الرئه، لو عنده حاجه هو مثلا عنده اضطرابات، عنده في القلب بتاعه مش مظبوط، عنده الربو، هنا ده يفرق؟ بقى الفئه اللي هي الاكثر تعرضا واكثر خطوره بالظبط. الفئه الاطفال مثلا اقل من السنتين، الاطفال اللي هي عندها ربو شعبي او حساسيه صدر، في اطفال بتتولد عندها مشاكل خلقيه في القلب، دول اكثر عرضه طبعا. في اطفال تانية عندها مشاكل مناعيه، بتنزل بانيميات مختلفه، بتنزل بمشاكل خلقيه كبيره، ما نقدرش، السمنه المفرطه، حساسيه الصدر، كل ده بيقدر يخلينا للاسف بنجري بسرعه لان دول اكتر عرضه للاصابه بالكورونا. طب يا دكتور ايه رأي يعني الطفل رد فعله للموقف بتاع الكورونا، جاله كورونا زيه زي الكبير؟ نفس الشده، نفس القسوه، نفس ما التعب؟ احنا ابحاثنا احنا اللي اتعملت وفي الحاجات الطبيه زي مثلا الامريكان اكاديمي بتاع الاطفال في امريكا في الولايات المتحده، لقوا ان حدوث الاعراض عند الاطفال اقل خطرا وفيها رفق على الاطفال الصغيرين فعلا عن البالغين او الاطفال الكبار شويه فوق ال 18. انما الفكره كلها اقل من 10 سنين ما بنشوفش تاثير كبير، ما بنشوفش اعراض خطيره، فوق ال 10 سنين او فوق ال 14 سنه بنلاقي الامر بقى صعب شويه، بيجي لهم زي الادلت الكبار. بس يا دكتور هم دول بقى بيجي لهم قليل بس بيعدونا، يعني الظاهر ان هم كارير وحاملين للمرض بيعدونا. دي اكتر حاجه مرعبه، ودي القرارات اللي مخلينا متوترين في المدارس والحضانات. انا ابني سليم بوديه بيجيب لي وهو ما عليهوش اي اعراض، الاسره كلها بتتعدي، فبالتالي لازم انا ابقى عامل احتياطاتي وقرارات خروجه سواء للمدرسه او الحضانه بحرص، ورجوعه للبيت بحرص، والبيت كله بيتكاتف سويا كمجتمع، يعني يبقى كل واحد عليه دور ان هو يعني يظبط الطرف اللي هو من ناحيته عشان خاطر ما يعديش الباقيين. طب يا دكتور هو دلوقتي نزل المدرسه تمام، هو ما عليهوش اعراض تمام، وتمام وزي الفل تمام، انا دلوقتي اخليه يلبس كمامه من عمر قد ايه؟ احنا طبيا ما بنسمحش بالكمامه خالص في الا لما الطفل يتخطى سنتين، وده برضو لاسباب، لان الجهاز التنفسي عنده صغير ما يستحملش الكمامه، ممكن يجيله اختناق. في فئه تانية من الاطفال برضو ما بسمح لهمش ان هم يلبسوا كمامه خالص، لو طفل عنده صدره على طول حساس وادوار الاختناق بتاعه التنفس بتجيله او ماشي بخاخات ما بديهوش، او طفل عنده اعاقه ما يقدرش يخلعها وقت ما يتزنق تمام، ما ينفعش اقول له خد البس كمامه، فاحنا فوق السنتين بلبسه واعلمه الثقافه بتاعه الكمامه. تمام. مشكلتنا بقى ان احنا بندي الكمامه للطفل ومش بنعلمه الحاجات اللي هي الثقافات الصغيره، ندرب الطفل عليها في البيت عشان لما يروح الحضانه يروح هو المدرسه مثلا ما يمسكهاش بالظبط، ما يحطش ايده عليها، مش بعد ما يمس عينه ومناخيره، آه. على طول ايديك وتغسلها، تخلعها ازاي، تلبسها ازاي، الحاجات دي كلها مهمه جدا عشان اقدر اخرجه واوديه مدرسه او حضانه. طب يا دكتور انما انا وديته كده الفيروس كل شويه يقولوا لنا الفيروس اتمحور، الفيروس اتغير، الفيروس اتحور، في تحور شديد قوي للفيروس، نزلات البرد بقت عادي بس ممكن يحصل له عرض تاني مختلف، التحور بتاع الفيروس ده يعني ازاي نعديه باطفالنا؟ انا شايف ان النقطه دي بتكمن في الموسم نفسه، يعني اكمن احنا داخلين برضه في موسم انفلونزا والبرد منتشر في الفصل ده، الاعراض شبه بعض، يعني لما نشوف الانفلونزا ونيجي نفرقها عن الكورونا بتحس ان الموضوع اصلا يعني تقريبا قريب، وممكن تيجي الكورونا في صوره برد تقليدي جدا ولا في اي اعراض غير زكام بس او سيلان انف عند الطفل. فطبعا لما الاقي طفل عنده برد بالشكل ده باخد الاهتمام الاكبر ان انا اقعده اهتم بيه، ابدا اديله الرعايه الصحيه الكويسه في البيت، بعزله عن اخواته، غسل الايد باستمرار، بديله اكل صحي، بديله فيتامينز زنك وحديد وكالسيوم، بديله فيتامين د، باخد بالي منه قوي عشان يتخطى دور البرد التقليدي اللي انا شايفه برد، والا ممكن يبقى كورونا وبالتالي انا مش شايفه. طب يا دكتور ممكن برضه يبقى كورونا وانا مش عارف وأنا لو مش جاله عارف. نزلات معويه. مظبوط. طب انا اعرف منين دلوقتي هو جاي له نزلات معويه او بيسهل بطنه مش مظبوطه، في حاجات كده؟ طب يعني ايه مش الفرق هقدر بينهم برضو الاثنين؟ ان انا معرفش لما احدد. مش هقدر لما يجي لي طفل اللي بيسهل او بيرجع بشكل هادي ان انا اقول له ده كورونا، برضو ما بتوجهش الا لما الاقي شده ترجيع غير مستجيب للدواء التقليدي اللي الدكتور استشارته يعني مثلا فيه. معلش يا دكتور بقى فضل. معلش عشان كل ام هنا، انا ابني رجع مرتين هجري على الدكتور، انا ابني رجع 5 مرات، يعني انا اسفه في الكلام، يعني انا بس عايزه اعرف هو لو رجع كم مره يوم في اليوم او كل كام يوم رجع كم مره اتوجه بقى خلاص طوارئ دكتوره هي ما الحق نفسي كده قوي، هي يعني ما الطفل بيرجع مره
المفترض بيتبلغ الدكتور الاطفال الخاص بتاعه. تمام. وبالتالي بيديها دواء عادي تديله كذا وتهتم بيه، وبيسالها عن الاعراض التانية سواء في ارتفاع حراره، الم شديد في البطن، او في اسهال. فطبعا لو في هيبدا يخش في مرحله تانية من الاهتمام، او يبدا يدي ابر للترجيع او حاجه. لو ما استجابش بقى بيبدا يقول لها خلاص هنا تجيلي، ويبدا ياخد مرحله تانية من الفحوصات والاهتمامات عشان يكتشف او ما يكتشفش. انما لو بيرجع مره او اتنين، اسهال مره واحده، مغص بسيط، اكيد خلينا دكتور ارجع بقى للفحوصات، عشان في حاجه معظم الامهات للاسف عملوها، وانا ما اعرفش هو للاسف ولا ده صح. الاشعه المقطعيه للطفل الصغير، هل ده فعلا عادي ان انا ابني عنده سنتين ثلاثه اخده اجري بيه على الاشعه المقطعيه من غير امر دكتور، واروح اعمل على طول اشعه مقطعيه؟ غلط جدا. اولا الاشعاع برضو زي ما بيفيدنا في التشخيصات هو ضار، ما بنحبش نعرض الطفل للحاجات دي كتير بدري. كمان المكان يا دكتور، المكان ممكن اصلا يكون لوحده، والتكلفه، ولازم اكون يعني متاكد قوي ان ده فعلا تشخيص مظبوط عشان ابدا اخش في العرض. ولكن في بعض الحالات بنلاقي بقى السيفيريتي او شده الدور نفسه بيجبر الدكتور ان ياخد الاوردر ده، يقول لها انا محتاج اعمل سي تي على الشيست اللي هو الاشعه المقطعيه، انا محتاج اعمل تحاليل مهمه، انا ممكن اعمل له مسحه ضروري. يعني اعمل المسحه ممكن الطفل مثلا عادي صغير جدا تتعمل انفيه بالعوميه كده للاطفال، بس الحالات فعلا اللي بتبقى شديده، لان حاجات مش متوفره كتير للاطفال عندنا في مصر. بس ما بنحجزش طفل الا الادوار اللي هي بتبقى اوفر قوي، الاعراض شد قوي، الطفل فعلا دخل في جفاف، زرقان من كتر صعوبة التنفس، أو متلازمة بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. يعني ممكن يجيلي بالإسهال والترجيع زي ما حضرتك قلت كده، وكمان صدره تعبان، يعني جاي كمان بأعراض صدرية وصعوبة في التنفس وزرقان وشه شاحب، مش قادر يتنفس، مش قادر يتحرك، حرارة ممكن تكون بالمرة موجودة. طبعا ده مش هقدر أروحه. بس دكتور ممكن ما يبقاش عنده حراره، ممكن جدا، ودي الاغلبيه، ممكن ما يبقاش عنده اعراض خالص، يعني بالزبط. بيروحوا المدرسه بيكشفوا عليه وابنك كويس دخليه بالظبط، بس ممكن فعلا ما يبقاش عنده اعراض. هو هنا بقى الدور المتكامل اللي يجي بقى، لان انا النهارده عشان اوديه المدرسه هم برضو بيعملوا هناك شغلهم، بيعملوا سكريننج الاطفال الحاره وهم داخلين، بيعملوا المدرسين الاسطح القواعد كل حاجه. انا وانا مودي طفلي ليا دور، زي ما هم لهم دور هناك المدرسه وادارتها. طبعا انا الاهل بياخدوا بالهم من الكلام ده قوي. انا باخد طفلي بقى في البيت بالدور بتاعي، بلبسه كمامه القماشيه، انت اعطس كده في الساعد، وخلي بالك من نفسك، ما تسلمش قوي، ما تبصش اطفال، اعلمه يرغي الصابون في ايده، يغسل 20 ثانيه. الموضوع ياخده الواحد يعني يا دكتور بعد اذنك بيقولوا دلوقتي ان 20 ثانيه دي قولي هابي بيرث داي ثلاث مرات وحاجات كده، بيعلموا الاطفال بطريقه فعلا وقائيه حلوه وسهله، وكل ام يعني برضه ما يجيلوش مشاكل. لازم بجد بجد خدي بالك ان انت ما تحسيهوش ان الموضوع قاسي جدا عليه، وممكن فعلا يجيله حاجه وحشه فنفسيا يبقى حاسس بده، وممكن والموضوع مش تافه، لا الموضوع فعلا مرض وممكن ينتشر وممكن يبقى قابل للعدوى. صح يا دكتور؟ بالظبط. يعني يبقى ما عندوش اي حاجه بس ممكن يعدي كل اللي حواليه. هو كده كده احنا اصلا التباعد من ضمن الاحترازات اللي احنا بناخدها، ولكن لما حتما عايزين ننزل دراسه او كده بيبقى الموضوع تقيل شويه، ان احنا نعمل احتياطات اكبر في البيت، هنعمل احتياطات اكبر في المدرسه، هنعمل احتياطات اكبر في المواصلات، تنقل الطفل نفسه هيبقى فيها احتياطات اكبر اذا كنا عايزين نكمل المسيره التعليميه بالشكل المثالي، وربنا يحفظ الجميع. طب يا دكتور دلوقتي انا عايز اعرف لو برضو هرجع تاني، عشان بجد معظم الامهات بتخاف جدا وبتقلق جدا، وده طبيعي، مفيش مشكله انك تخافي وتقلقي، بس في هستيريا بتحصل ان الطفل سخن. تمام. طب انا سخن لحد قد ايه اقول ان هو عادي، ولا ولحد سن قد ايه؟ سخنت مثلا لحد 37 لحد ما، يعني ايه بس درجات الحراره الصح اللي الطفل المفروض يبقى متكيف وعايش معاها وما عندوش اي مشكله، وساعتها لو زادت اجري بيه طوارئ بقى، اجري بيه دكتور اشوف فيه ايه؟ هي الحراره اولا اهم حاجه، الام برضو تقيس الحراره، يعني احنا ما عند الحراره دايما بالقياس مش بالاحساس. اسمح لي يا دكتور احنا عندنا كلنا يعني تحط ايديها، ده دي مشكله كبيره، لان ممكن تحط ايديها على الطفل تحسه دافي جامد وتقيس الحراره بالترمومتر الزئبقي تحت البط عند الاطفال او في الفم، وتحت البط طبعا افضل، تلاقيها عادية، يعني تلاقيها دفيان بسيط نص درجة أو كده. طبعا الحرارة بتاعتنا المفروض ما تتخطاش 37 37.5، الدرجة العادية بتاعتنا اللي احنا متكيفين عليها. إنما لو وصل ل 38 وكان بيبي بيسنن، أكيد مش هجري، هبقى عارف إن ده أعراض تسنين، وأبدأ أخد خافض أو أستشير الطبيب في حاجة بسيطة وأنا في البيت، ما أنزلش بيه عشان خاطر الموضوع يبقى برضو يعني لوكاليزد كده ملموم. إنما لو الحرارة جت سيفير مرة واحدة ووصلت 39، مش هاجري برضه. صراحه احنا بنعلم هنا الام تعمل ايه بالظبط، انا عايز اعرف حضرتك اهم بالزبط. حاجه قيس الحراره. اذا لقيت الحراره فوق ال 38.5 ما تديش اي دواء سخونيه خالص، ابداي خفيف ملابسه،
اعملوا له كمادات تحت الباط في منطقه الرقبه ومنطقه الحفاض، ادوا له شاور ميه عاديه عندنا من الحنفيه عادي خالص في البيت، ابداي قعديه في مكان لطيف. يعني دكتور ابني يبقى 38 ونص 39 ما ادوش دواء سخونيه 40 ما ادوش دواء، ده ممكن يبقى 40 وشويه وشرطه، دي مشكله كبيره. مراكز الحراره في المخ عايزه هدوء وانا بنزل الحراره بتاع الطفل، وبعدين لا يطفئ النار الا الماء. يعني اكون هاديه ازاي يا دكتور وابني سخن؟ انا لازم اتعلم. ما احنا لا بصي يعني لو كل واحد في الظروف دي بالذات الطفل سخن شويه 39 وجري بيه، الدخول المستشفى دلوقتي بحساب شويه. طبعا تكلفه طبعًا. اختلاط ما اعرفش اروح الاقي ايه حالات موجوده يعلم بيها، ممكن اروح سليم وارجع مش سليم. نعلم الناس دلوقتي ازاي في البيت تحل الموضوع لدرجه ممكن تعدي على خير، وبعدين تبقي تستشيري او تروحي بقى لو الموضوع اتعصر او الموضوع بقى ما فيش استجابه وكده. بس من الخطا ان انا ادي دواء سخونيه لطفل حرارته 40 قبل الكمادات. طب ليه يا دكتور؟ ده ممكن يدخله في تشنج حراري. انا قلت لك ليه على فكره؟ لان معظم الامهات بتقول لا ما تسمعش الكلام. ما احنا هناخد خافض بس بعد ما ننزل بالحراره، يعني نطفي النار بالميه وبعدين الاحساس ده فعلا. طبعا نطفي النار بالميه. كويس جدا، احنا نطفي النار بالميه الاول وبعدين نتعامل بقى وبعدين نتعامل في الدواء ونراقب بالقياسات بتاعتنا لحد ما توصل لدرجه هاديه شويه. إذا رجعت تاني بشكل أوفر هنا ببدأ أستشير الطبيب أو أتوجه للمستشفى بشكل برضو آمن واخد كل الاحترازات عشان أكشف عليه وأرجع تاني. طب يا دكتور قبل ما أكشف عليه بقى، أنا دلوقتي تطعيم الأنفلونزا الموسمية تمام، هل تطعيم الأنفلونزا الموسمية ده أديه لأي طفل وأديه من سن قد إيه؟ هو مفيد طبعا، يعني أنا برضو التطعيمات الإضافية ديت أو نقول عليها بيتقال عليها الاختيارية وأنا صراحة من الناس اللي بتقول عليها ضرورية، لان هي بنعرف قيمتها. احنا كنا نقول للناس خدي روتا خدي انفلونزا خدي كذا فتقول ليه، خدي مكورات تقول لك ليه، فبنعرف قيمه الحاجات دي بقى في الادوار اللي زي كده، ما نعرفش اللي جاي في المستقبل ايه. تطعيم الانفلونزا صحيح هو ملوش علاقه بالكورونا خالص، لان ده فيروس وده فيروس تاني، ده مصل وده مصل تاني خالص، ربنا يرزقنا ويطلع وبعدين يطلع على خير كده وكلنا ناخده باذن الله. وبعدين ليه دوره طبعا. الحته المهمه قوي في موضوع تطعيم الانفلونزا ودي اللي احنا برضو بنوجه لها من فتره، ان هو انا عندي مشكله جهاز تنفسي اوريدي بتيجي للاطفال في الشتاء، وعندي الكورونا كمان مشكله جهاز تنفسي بيزيد معدله في الشتاء، ده والرب وكل مش حاجه حابب بتزيد في الشتاء، ادخله في مشكلتين في وقت واحد. فلو انا دافعت عن الجهاز التنفسي كعام بالانفلونزا العاديه، على الاقل لو اتصاب بالكورونا هيقدر يتكيف او هيقدر يعدي، هيعدي مرحله اسهل بالزبط. كمان انما هو لو خد التطعيم وده يفرق في اعراض برضه يا دكتور، يفرق في كل حاجه، ما خدش التطعيم وجاله برد واتصاب بالكورونا وهو عنده برد، هنا هيبقى الموضوع صعب جدا. وهنا دور الانفلونزا الموسمي فعلا ان هيحجب كميه برد وكميه كبيره جدا من الانتكاسات بتاع الجهاز التنفسي، تخلي الطفل على استعداد حتى ان لو جاله كورونا يقدر يتخطاه. بالنسبه لجرعاته هي بتتاخد من سن 6 شهور فما فوق، من ست شهور انا اقدر ادي، من ست شهور نقدر اقدر ادي تطعيم الانفلونزا الموسميه من ست شهور بالظبط، ما يحصلش اي مضاعفات. ما فيش اي مضاعفات، هو ممكن يسخن بعدها حاجات بسيطه خالص تعدي يعني حاجات طبيعيه. وبيتاخد بقى لو هو اول مره ياخد بياخد جرعه، وبعدين بياخد جرعه ثانيه بعد شهر، ولو خد قبل كده بياخد جرعه واحده كل موسم. فوق التسع سنين بياخد جرعه واحده، حتى لو ما خدش قبل كده بياخد جرعه واحده طيب. ودلوقتي الامور بقت متاحه قوي ونزلوا اللي هو الجديد ده حلو جدا. طيب يا دكتور عايزين بقى نسال غير التطعيمات نصيحه اخيره كده للامهات، عايزين نعرف الوقايه والتعليمات والارشادات وتحافظ ازاي على عيالها واولادها يبقوا في احسن حال واحسن صحه، ويعني تحس ازاي ان اولادها تطلع بيهم لبر الامان يعني في خلال الكورونا، يعني يا رب يعديها على خير ان شاء الله. والله نصيحتي لكل ام، اهم حاجه ان هي تعتني براس المال الاول والاخير حاليا الصحه بالظبط، لان مع الابتعاد عن التزاحم ومع غسل اليد ومع الكمامه اللي هتتلبس في الخروج او مع الاصابه لو في احد افراد الاسره هيلبسها، لازم الصحه. عندنا اطفال كتير جدا عندهم حساسيه صدر ما حدش بيعتني بدخله الموسم عليهم، عندنا اطفال عندهم مشاكل صعبه جدا ما بياخدوش اي فيتامينز الا بالصدفه لما الدكتور بيشوفهم. هنا هتبدا تركز ان هي تشوف مشاكل ابنها، كان عنده انيميا يتعالج، ان كان عنده نقص الفيتامينات المتعدده كزنك وفيتامين دي وكل ده يبدا يتاخد فيتامين سي، اكل صحي، نمنع بقى الاكل بتاع الشارع خالص، المواد الحافظه ديت عامله لنا كارثه للاسف. نبدا نركز شويه على التباعد في البيت، لو في واحد مصاب نعمل معاه الصح كلنا، نبدا نعمل له حمام لوحده، اوضه مستقله، مش عارف ايه، ونبعد كل الاطراف
نظافه البيت طبعا. طبعا يا دكتور النظافه مهمه جدا. ويعني حتى اللعب بتاعت اطفال حديث الولادة اللي هم صغنطتين دول، يا ريت يا ريت والله بجد كلنا لازم نهتم بنظافه الاطفال والوقايه والتعليمات اللي الدكتور ارشدنا ليها. النهارده احنا فعلا في وباء، لازم نلاحظ ده ونهتم بيه وما نعديهوش كده وخلاص. لا بجد اطفالنا مهمين عندنا واطفالنا غاليين، وتحيه مني لكل ام قادره تحافظ على عيالها في ظل اللي احنا فيه ده، وتحيه مني لكل ام بتجري بالطوارئ لوحدها وبتروح تكشف لوحدها وبتروح تدي تطعيمات كمان لوحدها. تحيه لكل ام حتى لو هي مسؤوله عن شغل وعن بيت، كمان مسؤوله عن اطفال وقادره تعدي بيهم لبار الامان. شكرا يا دكتور، بشكر حضرتك جدا، نورتنا. ودكتور عبد المعبود دسوقي كان معانا النهارده استشاري الاطفال، وكمان اتكلمنا عن الكورونا وكل حاجه تشملها، ويا رب يكونوا النهارده استفدتوا. شكرا يا دكتور حضرتك نورتنا، وشكرا لكل ام حافظه على عيالها تاني، وشكرا لكل ام قادره تثبت ان هي جديره بان عندها اطفال وقادره تعدي بيهم من اي ازمه صحيه كويسه جدا. وتحيه خاصه لامي ربنا يخليها لي، وشكرا ليكم وشكرا لحسن وجودكم معانا، وللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.